هلا والله فيكم حلقة جديدة من توب 10. عنواننا اليوم راح يكون أشهر قضايا في عالم الألعاب. خلونا نبدأ. في المركز العاشر معانا قضية بين The Romantics ضد Activision. The Romantics عبارة عن فرقة روك مغنيين في السبعينات، وفكرتها أن أعطوا صلاحية إلى Activision أن يستخدمون كفر يعني يجيك شخص يغني بدالك لغنية What I Like About You الخاصة فيهم في لعبة جيتار هيرو إنكور روك ذا إيتيز. طبعا الفكرة أن بعدين جوك ذولي ذا رومانتكس وقام يقول الأكتيفيجن أو الدعو أن الكفر اللي طلع في اللعبة مرة قريب للنسخة الأصلية حقتهم، فيقول كذا الناس بتلخبطون. طبعا القاضي ايش سوى؟ القاضي كذا طالعهم قال لهم أنتم جدكم أنتم يا رباب، قط القضية كذا من الشباك يعني سحب على أم القضية فما صار فيها شيء. المركز التاسع معانا قضية اللي هي لينزي لوهان ضد روكستار بكبرها. ايش الفكره؟ لينزي لوهان هذه ممثله معروفه امريكيه، وقالت او ادعت ان روكستار استخدمت هويتها في الشكل في تسويق لعبتهم الجديده وقتها اللي كانت او منزلت وقتها جراند ثيفت اوتو 5. طبعا الفكره ان انتم شفتوا هذه الصوره اللي واحده بنت لابسه زي ملابس مايو سباحه ومعاها جوال مسكته بيدها وقاعد تسوي حبتين كذا يعني بيس هذه الحركة، فقالت ان هذه قاعدين مخذين شكلي وحطوها. طبعا القاضي قال لها انت صاحية ولا سالفتك انت، فكنسل ام القضية. بعدين جت مرة ثانية وقالت ان لا هذه علامة البيس ترى حقتي سيجنتشر موف يعني موقع لي انا فقط، فطبعا سحب عليها وما حد عبرها. ثامن قضية معانا من شركتين ضخمتين جدا، شركة يونيفرسال ستوديو ضد شركة نينتندو. هذه القضية صارت بالتحديد عام 1982. الفكرة انه وقتها كانت تو نينتندو منزل لعبة دونكي كونغ في الاركيدز واشتهرت طبعا وجابت مبيعات جامدة، يعني طبعا مبيعات مو ما تنباحي يعني تجيك فلوس انك الناس يلعبونها تشتر. فايش اللي صار؟ شافت الفكرة هذه يونيفرسال وجاها طمع غير طبيعي، قالت لا انتم سارقين شكل دونكي كونغ من شخصيتنا كينغ كونغ اللي في الافلام، مو بس كذا نعطيكم حلين، يا انكم تزيلون كل العاب الاركيد اللي موجودة او انكم تشترون من عندنا رخصة بحيث انكم تستخدمون شخصية دونكي كونغ في العابكم اللي هو طبعا مقتبس من كينغ كونغ اللي حنا نملكه. طبعا نينتندو قالت هذا الطمع ولازم نحاربه وحاربته فعلا، واللي صار ان شركة يونيفرسال تفشلت فشل جامد لدرجة ان القاضي بكل بساطة قال ترى دونكي كونغ عبارة عن بارودي يعني شكل خلينا نقول مهزلة او استهزائي من شخصية كينغ كونغ، فعشان كذا ما في اي حقوق للباروديز، فعشان كذا قضيتكم هذه ما تسوى قرش. مركز سابع معانا قضية ضحك شوي، قضية من اسمها لاعب روسي ضد شركة بثيسدا بكبرها. ايش اللي صاير؟ هذا اللاعب الروسي عمره 26 وهو كما يقول عن نفسه او يدعي لنفسه انه الضحية. ليش؟ لانه خسر شغله وخسر زوجته وخسر حياته الاجتماعية وما قام ياكل وما قام ينام، وكل هذا بسبب لعبة فول اوت 4. والدعاء حقه يقول ان المفروض بثيسدا تحذرنا وتقولنا هذه اللعبة فيها ادمان، ولا انا اصلا ما كنت بشتريها من الاساس او يمكن اشتريها في الاجازة. بعدين فجأة القضية اختفت كذا تلاشت، ما حد يدري وش اللي صار في القضية، يعني راح لمحكمة صارت حاجة بعدين تلاشت، الى الحين ما حد يدري وش اللي صار، بس نتوقع انه يمكن صار ان القاضي قال له ما في ادلة او انه ما في شيء وهذا سببك انت ما له دخل اللعبة، اتوقع حاجة زي كذا. والمركز السادس معانا قضية يبي لها تركيز شوي. القضية اسمها تيم لاندل ضد شركات الألعاب. في شخص اسمه تيم لاندل، وهذا الشخص يعتبر مؤسس شركة ألعاب اسمها إج جيمز. هذا الشخص ربح قضيتين قبل، بحيث أنه دعا على خلينا نقول رفع قضية على شركة ألعاب، آسف على لعبة اسمها إج موجودة في الاي او اس وقدر أنه يشيلها من الستور عشان نفس اسم شركته، وأيضا غير اسم لعبة سول إج اللي موجودة على الاي او اس إلى لعبة سول كاليبر على أساس اسمه. فهذا الرجال نغرب نفسه وقال لا لازم انا اطمع اكثر، فوين راح؟ راح الاي اي، ما لقى غير اي اي. فايش اللي صار؟ راح عند اي اي وقال لهم ترى لعبه ميرورز ايج كانت وقتها بتنزل او نازله، ميرورز ايج، ايج هذا اسم شركتي المفروض ما تحطونه بالاسم، بالاسم اللعبه غيره. طبعا ايش اللي صار؟ اي اي مسكتت، قالت يا حبيبي بدري عندنا فلوس عندنا محامين، امشي المحكمه، الوعد المحكمه. راح المحكمه، وايش اللي صار في المحكمه؟ صار ان بينهم صار يعني سيتلمنت ان انهاء القضيه، لكن ايضا اضطر لاندل انه يسلم اسامي العاب من شركته الى اي اي غصب عنه. ف
جاب العيد. في المركز الخامس معانا قضية توني بكتبها انحلت، اللي هي قضية ببجي فيرسس فورتنايت. ايش اللي صاير؟ فورتنايت طبعا ببجي رفعت قضية قالت ان فورتنايت سرقت فكرتها، وطبعا ما تقدر تحمي فكرة، الفكرة ما تقدر انك تحط عليها كوبي رايت، ما تقدر تحميها. ومو بس كذا، اصلا فورتنايت ماخذ الفكرة هذه من ماينكرافت، في برضو ماينكرافت ماخذ من هانجر جيم، او نقول هانجر جيمز ماخذ من باتل رويال، فالعاب كثير قاعد تاخذ بعض الفكرة، لكن الفكرة نفسها ما فيها اي مشاكل. غير كذا طبعا قالوا انها فيها تشابه بالشخصيات ومش عارف ايش، طبعا هذا شيء غير صحيح، لان لعبة فورتنايت شخصياتها ورسومها مرة غير تصميمها عن لعبة ببجي. الموضوع طويل جدا، بس في النهاية ايش اللي صار امس بالضبط، امس ايش اللي صار؟ انتهت القضية، وما حد يدري ايش اللي صار. بتويتر كتبوا الناس ان القضية صار لها دروب، ما حد يدري ايش اللي صار. فإلى يومكم ما ادري ايش اللي صار، والقضية انحلت وانتهت. في المركز الرابع معانا قضية يبغى لها ايضا تركيز شوي. القضية هذه بين نينتندو ضد شركة بلوك باستر. طبعا بلوك باستر بكل بساطة كانت عبارة عن متاجر، سلسلة متاجر موجودة في التسعينات، وفكرتها انها كانت تأجر اشرطة العاب واشرطة فيديو للناس. ايش اللي صاير؟ نينتندو كانت دائما كانت تحاول انها تقفل بلوك باستر وتمنع تأجير اشرطة العابها، لكن طبعا دائما كانت تفشل بهذا الشيء، الين ما جاء بلوك باستر غلطت خطأ واحد وقدرت نينتندو تهجم. ايش الغلط كان؟ بلوك باستر كانت لما تعطيك الشريط كانت تعطيك ايضا كتالوج اللعبه، من غير العلبه طبعا، بس كتالوج والشريط. طبعا انت بين ترجع كتالوج والشريط، فالناس قاموا يرجعون الكتالوج يكون يعني مهتر او مقطع او شيء زي كذا. فبلوك باستر ايش قالت؟ كذا ما ينفع، لان الكتالوجات تخرب على كذا، ايش رايكم ننسخهم؟ فقاموا ينسخون الكتالوجات. اول ما سووا كذا نينتندو هجموا، قال لهم لا، انتم قاعد تسوون هذا خطا، وهذا يعتبر انتهاك للحقوق الملكيه. عشان كذا رفع عليهم قضيه، وربح القضيه هذه طبعا حقت الكوبي ان النسخ حقت الكتالوج، لكن ما ربحوا قضيه الاشرطه، فكان فوز صغير لنتندو لكن يعتبر فوز. في المركز الثالث معانا قضيه بين شركه نتندو ضد شخص اسمه جيمس بيرد. يا كثر ما نتندو ترفت على قضايا او ينرفع عليها قضايا. المهم القضيه هذه فكرتها ان شخص اسمه جيمس بيرد عمره 24 سنه من استراليا، اشترى نسخه قبل ما تنزل لعبة نيو سوبر ماريو وي بخمس أيام، اشترى نسخة منها. بعدين سوى رفع هذه النسخة في الانترنت، وطبعا وقتها نزلوا 50,000 مرة من هذه النسخة خلال خمس أيام. ايش اللي صار بعدين؟ نينتندو خلته يدفع أسبوع كامل من الأرباح. انتوا فاهمين كيف هذا؟ أسبوع كامل من الأرباح من نينتندو دفعها الأخ هذا، ما يحددوا كم، بس شكله مبلغ كثير. ومو بس كذا، خلوه أيضا يدفع $100,000 زيادة عشان أتعاب المحامين. بعد فترة نينتندو أرسلت هدية للشخص هذا عبارة عن ليميتد إديشن من شخصية جانون، تمثال جانون في لعبة لينز أوف زلدا ويند ويكر، يعني كتعزية، ما أعرف ليش نزلوها. لو جتني أنا كسرتها صراحة على الأتعاب اللي دفعت عليهم. المركز الثاني معانا قضية محزنة شوي صراحة، اكشلي محزنة كثير ما هي شوي. اسمها نوا ويلسون ضد ميدوي جيم. في عام 1993 ولد اسمه نوا او نوح عمره 13 سنة توفى. كيف توفى؟ صديقه العزيز طعنه بسكينة المطبخ. طبعا ايش سوت ام الولد اللي مات؟ راحت رفعت قضية على شركة ميدوي. ليش؟ لانها قالت او ادعت ان الصديق ولدها اللي هو اللي قاتل ولدها يعشق لعبة مورتال كومبات 2، وكان يسوي نفسه شخصية سايركس اللي موجود في اللعبة، وعشان كذا طعن ولدها. وفي المحكمة القاضي لما شاف القضية قال انه ما في اي دليل ان شركة ميدوي او لعبة مورتال كومبات 2 كانت تحرض على العنف، او ان الولد يقتل الولد الثاني، هذا كله تصرف من الولد من نفسه. وطبعا الام خسرت القضية. المركز الاول معانا قضية مميزة، أنا أقول لكم ليش. اسم القضية سترايكلاند فيرسس سوني، يعني شخص اسمه سترايكلاند ضد سوني، اسمه ألان سترايكلاند. لكن القضية أساساً اللي أنا بقول لكم عنها الحين اسمه جون تومبسون ضد كل شيء لا علاقة في عالم الألعاب. المحامي هذا أكبر محامي مكروه في كل عالم الألعاب، كل شركات الألعاب يكرهونه، كل مطورين الألعاب يكرهونه، كل ما طلعوا لعبة فيها عنف وزي كذا يجي نشب لهم كذا بالبلعوم. والمصيبة ولا قضية رفعها أو قضية دخل فيها ربحها، بس كذا يتفلسف ويسوي إزعاج وبلبلة. فواحدة من قضايا اللي دخل فيها هذه بتكلم عنها عبارة عن
في شرطيين، واحد اسمه آرلن ستريكلند وواحد اسمه جيمس جرامب. واللي صار ان رفعوا قضية ضد سوني اساس الموت حق الشرطيين هذولي. في شخص اسمه ديفن مور، وهذا ديفن مور كان يسرق سيارة، بعدين جاء ستريكلند وخويه وجرامب يمنعونه لكن ما قدروا، وجاء هذا مور اخذ المسدس منهم وقتلهم واحد واحد. فعلى طول جاء هذا جاك تومسون وقال ان ذا الحرامي قاعد يقلد لعبة فايس سيتي وقتها تو نازله جراند ثيفت اوتو فايس سيتي، ولازم يعاقب والشركة تعاقب ولازم اللعبة تمنع. فايش اللي صار؟ القاضي لما شاف القضية هذه طبعا سحب عليها، قال ان ايش القضية هذه تجيب ليها، يعني ما في اي ادلة تثبت الكلام قاعد تقوله، واللعبة ما لها علاقة في الحدث اللي صار، لانه ما في دليل ان الحرامي قاعد يلعب اللعبة اصلا، وحتى لو كان يلعبها اللعبة هذيك ما كانت تحرض انه يقتل احد. وطبعا جاك تومسون خسر القضية وجاب العيد مرة ثانية. وهذه كانت العشر قضايا او العشر توب 10 اللي جبنا لكم اياها، ان شاء الله تكون استفدتوا منها، ان شاء الله تكون استمتعتوا. قولوا لنا هل في قضايا نسيناها، او اذا تبون ايضا نسوي لكم جزء ثاني للحلقة هذه عطونا لايكات، كلمة تزيد اللايكات، كلمة تحمس اكثر نسوي لكم اشياء رهيبة مثل كذا. صراحة معليش طولت معاكم، بس صراحة القضايا كانت في معقدة، وفي قضايا ضحك، في قضايا غريبة، قضايا تحزن، موضوع جدا شيق. وعطونا لايك واشتركوا بالقناة، ويعطيكم العافية. كما كبلد الشيحة، مع السلامة.